الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تقدست أسماؤه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وروى الدارقطني والبزار والبيهقي والسبكي والضياء المقدسي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وقال عليه الصلاة والسلام: من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا. الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا وحضنا على زيارته بعد موته، والقرآن والسنة والإجماع على ذلك. أما من القرآن فالآية ذكرناها، وقال الحافظ السبكي: إن بعض الصحابة فهم من هذه الآية أن من جاءه صلى الله عليه وسلم زائراً بعد وفاته فقد حصل له المجيء الوارد في الآية. جاءه، جاء إليه، زاره. ثم من الحديث، هذا الحديث الذي أوردته لكم، وإن قالت المشبهة المجسمة إنه مكذوب أو موضوع، يقال لهم: كفاكم جهلاً أن الضياء المقدسي صححه في أحاديثه المختارة، وصححه الحافظ سعيد بن السكن، وقال عنه الحافظ السبكي في كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، قال عنه إنه حديث حسن. وقال: ليس في رواة هذا الحديث من هو متهم بالكذب. هذا كلام الحفاظ في تصحيحه وتحسينه. بل واسمعوا ماذا فعل القاضي الخلاعي في كتاب له سماه، واحفظوا، الفوائد، الفوائد المنتقات الصحاح أو الحسان، وذكر تحت هذا العنوان: من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذا القرآن وهذا الحديث. أما الإجماع فقد نقله الفقيه اللغوي
الفيروز آبادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر ماذا قال فيه؟ إن الإجماع القولي والعملي من عهد الصحابة إلى زماننا، إلى زمانه يعني، وإلى زماننا وإلى قيام الساعة، يقول على جواز شد الرحال بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا يقول؟ اسمعوا وانتبهوا، وأنا أذكر لكم الآيات والأحاديث والحفاظ والمصادر والكتب، احفظوا هذه الأدلة. اسمعوا ماذا قال في نفس الكتاب، يعني الفيروز آبادي، قال: ومن استدل على تحريم شد الرحال بحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، اسمعوا ماذا يقول عنه الذي على زعمه يستدل يحتج بهذا الحديث لتحريم شد الرحال، اسمعوا ماذا يقول عنه. يقول: هذا لغباوته، لقصور فهمه، وأنه لم يصل إلى درجة الاستنباط، يعني يهشمه ويطعم فيه، لأن هذا الحديث، انتبهوا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أين فيه بالتصريح أو بالتلميح لا تسافر لزيارة قبري؟ أين فيه ذلك؟ ليس فيه، ولا يعطي هذا المعنى، ولا يعطي هذا المعنى، ولا إشارة، لا في التصريح ولا في المعنى والتلميح. فكيف فهموا من هذا الحديث أن الإنسان إذا سافر من أستراليا أو بيروت أو القاهرة أو بغداد أو دمشق أو السودان أو إفريقيا إلى زيارة قبر النبي يكون حراماً وضلالة على زعمهم الفاسد؟ من أين فهموا هذا المعنى؟ من أين جاءوا بهذا الضلال؟ من أين جاءوا بهذا التحريف والتزوير والتبديل؟ أعيد لكم الحديث ولينتبه الناس، وسلوا أهل اللغة، سلوا من تخصصوا في اللغة العربية والشعراء والبلغاء والفصحاء، أين في هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا؟ سلوا أهل اللغة، أين في هذا الحديث تحريم السفر بقصد زيارة قبر النبي؟ والله ليس فيه ذلك، والله لا يعطي هذا المعنى. تعرفون لماذا؟ لأن الإجماع وعلماء الأصول والفقه واللغة من زمن النبي إلى اليوم مجمعون على جواز شد الرحال بقصد زيارة قبر النبي، بقصد زيارة قبر النبي. فمن أين حرموا؟ ومن أي دليل أخذوا؟ ليس لهم دليل، ليس عندهم إلا الجهل، إلا الافتراء، إلا العمى، إلا الضلالة. يكفرون الأمة، يضللون الأمة إذا توسلت وإذا احتفلت بالمولد مع التبرك والاستغاثة والاستعانة، ويكفرون الأمة إذا سافرت بقصد زيارة القبر. من أين؟ هذا دين مستحدث، هذا دين جديد، لا هو من القرآن ولا من فعل النبي ولا من الصحابة ولا من الإجماع. ثم اسمعوا معي هذا الحديث ما معناه كما شرحه علماء الإسلام. لا تشد الرحال فيه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مزية أفضلية، ما في مزية ولا أفضلية إنك تسافر من بيروت لتصلي مثلا في مسجد بنغلاديش. الصلاة ببيروت مثل الصلاة بمسجد بنغلاديش، الصلاة في بيروت في المسجد كالصلاة في مسجد الهند، كالصلاة في مسجد باكستان، كالصلاة في مسجد اليمن، كالصلاة في مسجد المغرب، كالصلاة في مسجد الأردن، كالصلاة في مسجد الحسين في القاهرة، كالصلاة في مسجد دمشق.
هذا معنى الحديث. لا مزية للسفر لأجل الصلاة في مسجد من مساجد الدنيا إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام في مكة، والمسجد الأقصى في بيت المقدس، والمسجد النبوي في المدينة المنورة. هيدي المساجد الثلاثة إلى مزية وأفضلية ومضاعفة الأجر على الصلاة في باقي مساجد الدنيا. هذا معنى الحديث. طيب وين لا تسافر لزيارة قبري؟ ما في. وين لا تشد الرحال لزيارة قبري؟ لا يعطي هذا المعنى وهذه المصادر والكتب والإجماع. ثم انتبهوا معي، الأمة لا تجمع على ضلالة، وبما أن الأمة أجمعت على جواز شد الرحال بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق وصدق، والإجماع مصدر من مصادر التشريع، والأمة لا تجمع على ضلالة. ثم من أدلة أهل الحق على جواز شد الرحال بقصد زيارة قبر النبي مع السفر الطويل، من جملة الأدلة على جواز شد الرحيل والرحل بقصد زيارة قبر النبي، احفظوا هذا الحديث، احفظوا هذا الحديث. روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن، يعني قرب، ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا وليأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. اسمعوا وانتبهوا، أعمال الحج والعمرة أين تكون؟ في مكة. هل يتعلق ركن من أركانها بالمدينة؟ لا. فعيسى عليه السلام بعدما ينزل إلى الأرض يذهب للحج أو العمرة إلى أين؟ إلى مكة. اسمعوا وانتبهوا، من مكة إلى المدينة سفر طويل بإجماع الأمة أم لا؟ سفر طويل. عيسى أنهى الحج أو العمرة بمكة، يسافر سفرا طويلا من مكة إلى المدينة بقصد زيارة قبر محمد، فهل يكون عيسى بذلك ضالا؟ نبي رسول عيسى، هل يكون ضالا؟ حاشاه. هل يكون كافرا؟ حاشاه. هل فعل معصية؟ حاشاه. هل وقع في الضلالة؟ حاشاه. إذن السفر الطويل بقصد زيارة قبر النبي جائز أم لا؟ بفعل الأنبياء، بفعل الأنبياء وبقول محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا يقولون في عيسى؟ وبماذا يحكمون عليه وعلى الرسول حيث قال هذا الحديث، حيث قال هذا الحديث؟ ثم اسمعوا وانتبهوا معي، هؤلاء الذين يحرمون شد الرحل بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يحرمون؟ من سوء فهمهم ومن غباوتهم ومن قصورهم عن نيل درجة الاستنباط، يظنون أن هذا السفر لعبادة محمد، يظنون أن هذا السفر بقصد عبادة محمد، أو لأنه شد الرحل لزيارة القبر فيكون والعياذ بالله كأنه عبد محمدا. من حيث الدليل العقلي كيف تردون عليهم؟ الآن نحن ماذا فعلنا؟ ذكرنا الآيات والأحاديث، القرآن والحديث والإجماع، أسماء الحفاظ والمصادر والكتب. الآن بقيت هذه الشبهة، إن قالوا إن شد الرحل بقصد زيارة قبر النبي يكون عبادة للنبي،
كيف تردون عليهم من حيث العقل؟ ماذا يقال لهم؟ أفضل خلق الله على الإطلاق من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان شد الرحل بقصد زيارة الكعبة لا يكون شركا ولا يكون ضلالة ولا يكون معصية، فكيف يكون ضلالة وشركا ومعصية إذا كان بقصد زيارة قبر محمد؟ هذا شد الرحل وهذا شد الرحل. الكعبة مخلوقة والنبي مخلوق وقبر النبي مخلوق، والكعبة ليست أفضل من محمد، الكعبة ليست أفضل من الولي. الرسول قال إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة، ولولا محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا القرآن ولا الإسلام ولا الكعبة. فهل يفضلون الكعبة على محمد؟ وإن فضلوها كفروا، فإن فضلوها على محمد كفروا، وإن قالوا إن شد الرحل يكون عبادة للمقصود فقد أجازوا الشرك والكفر بقصد عبادة الكعبة. وهل هذا يقوله عاقل؟ هل هذا يرضاه مسلم؟ إذن فليجيبوا، فليجيبوا. الكعبة مخلوقة، أليس كل مسلم من الأرض والدنيا يشد الرحل بقصد الكعبة ولزيارتها؟ هل يكون عابدا للكعبة؟ وهكذا لا يكون عابدا لقبر محمد، وهكذا بشد الرحل لا يكون عابدا لمحمد ولا لقبر محمد. والنبي أفضل من الكعبة، والنبي أفضل من العرش، النبي أفضل خلق الله على الإطلاق. فأين الشرك وأين الكفر والضلالة؟ على زعمكم يكونون عابدين للكعبة، وهذا لا يقوله عاقل. فالمسافر بقصد الكعبة لا يعبدها، والمسافر بقصد زيارة قبر النبي لا يعبده. إنما نعبد الله الواحد، نزور النبي وقبر النبي لأنه عبادة لله، لأن هذا العمل عبادة لله، طاعة لله. وهنا بقيت فائدة مهمة. إذا قيل لكم أنتم في ذكرى المولد في فرح وسرور، لماذا تتكلمون عن زيارة محمد؟ نقول لأنه حي في قبره، وبعد هذا الشهر والنصف ونحن نتكلم عن تعظيمه ومولده وحسن أخلاقه والاحتفال به وعن سيرته وعن أخلاقه وعن ما حصل له من خوارق وعجائب ومعجزات، الناس يتشوقون إليه، فنقول لهم سافروا، هو حي في قبره، شدوا الرحل والرحيل، اذهبوا مشيا أو على الدواب أو بالسيارات أو بالقطارات أو بالبواخر أو بالطائرات، كيفما اتفق لكم اذهبوا زوروه. هو الذي قال من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. ما أعظمها من لحظة أن تكون أمام النبي يسمع صوتك تصلي عليه وهو يرد عليك من قبره، ما أعظمها من نعمة أن يذهب الملك إلى قبر النبي فيقول له اليوم فلان من أمتك صلى عليك، فيرد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على هذا المسلم حيث كان من الدنيا. عرفتم؟ هو حي في قبره، زوروه واشتاقوا إليه وتعلقوا به. هو الذي قال المرء مع من أحب يوم القيامة، هذا وأستغفر الله لي ولكم.